ما تخليها تكون قاسية، عادي. حلو تمرة كتير بالفعل، يلا بدك تشدي حالك، لأنه أقل غلطة هلأ عم نفتش عم بيصير في نوميناسيون، مش بس من صفي يعني، من كل شيء. غيرتيها غمقتيها كمان مرة، خليكي زيد الشي، زيد النشاط تنيها للتات. هلا كيف اعطيتي نشاط؟ برافو، هيك بيكبل الصوت، تقطع نفسها معلش، سي با غراف، برافو عم تشتغلي. أنا قصداً أعطيت معك تشوف رح تشدي على صوتك، شديتي على صوتك تتعطي أقوى، خليكي طبيعية. مي سول دو مي دو مي، شفتوا قدي عالي؟ يعني صرتوا تتعودوا، تكون عندكم عم بتغنوا مثلاً على البرايم عندكم نوتة تحت شوي تكي، مروان بده يعطي فوق، كيف بده يعطيها؟ بزيت التعريضة، بزيت الفتحة وبزيت كل شيء. خدي نفس لأنه بدها نفس. هي سكرت القهوة في الأول، عفاكي عفاكي، لما بتصيري تنتبهي للأشياء بنقل من المي والقهوة بسكر شوي. برافو، لأنك انتبهتي معناتها عم تتقدمي. برافو بنتي، يلا خليكي تري بيان. برافو. بس في اصوات ما عندهاش رنه اللمعه فوق قوي، يعني انا مثلا بحس صوتي فوق في بحه اكتر من او هوا اكتر. تقلك ليه؟ لا بعدني عم بحكي لانه جبتيها لورا. شو صار؟ سكرتي راحت لورا، بس تسكروا بصفي الصوت لكم لجوا. هي عم تحكي هي وفوق حتى مع هي عم بحكي عن فوق في على طول بحه، يعني مش في رنه فوق البحه لا، مش هي منا مبحوقه ولا شيء، لانه ما عم تعرف تاخذ النوطه مثل هلا. هلا كله عطى عظيم الا اخر نوطه سكرت شوي بحت رفتت لجوا. بس تكونوا مع الاساتذه على البرايم، فكروا منيح شو انا بقلكم، لانه انا مسكتكم الطريق انتو كملوها، انا ما فيني اكون معكم هونيك، مش انا اللي عم بعلمكم الغنانه. صعبه اول شيء نطبق. عفوا صعبه اول شيء. ايه بعرف، بس ليش انتو بالاكاديمي خصوصي تستفيدوا من كل لحظه؟ لانه هاي ما بتشوفوها برا ابدا، ما بتشوفوها برا. وين ما رحتوا كانت ماريا كالاس، بس كانت كولوراتور اعلى من السوبرانو. الله يرحمها، هيدي اهم كونتاتريس بالعالم، ما رأيت بالستينات 1960. ايه هيدي المرة الله يرحمها ماتت بنت 54 سنة. ايه كانت تنزل للسي بيمول الى صوت الراس، بعدين تستعمل فودو باترين تتقدر تعطي النوتات اللي في مرة. تحديت الميزو سوبرانو بدها تغني الأوبرا كارمن دو بيزي، الأوبرا كارمن دو بيزي لوحدة ميزو سوبرانو ما لها علاقة سوبرانو، كسرت صوتها. بتغير من اثنين طلع دغري على ميا. ايه اوعى تغير كسم تمك. ميا ولا ميا لفظك. هي مفتوحة. يلا 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 خلص خلص يلا. يلا نزلت امك. ايه سؤال بجد. إيه؟ احنا ممكن صوتنا يبقى كده زي حضرتك يعني في يوم من الايام ممكن؟ شو لكن انت اخص بالاخص، انت خرجك كلاسيك بشكل مش طبيعي. هذا عمر الشريف يعني خرجك تغني لعبد الوهاب شيء مش معقول، ما معقول، لانه عندك رنة صوت مميزة، بس الناس ما عم تسمعها وما حدا معه خبرها الا بهالصف، وانت بتعرف واصحابك بيعرفوا كلنا نعرف لما بل كيف انقلب كله سوا.
ما عم تعطينا هذا اللي بيقهرني.